بكالوريا 2020 بكالوريا 2020 مستمعين الأعزاء أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من برنامج بكالوريا 2020 مادة الفلسفة بالتحديد. وحديثنا اليوم باش يكون في محور الخصوصية والكونية، مراجعة عامة إن شاء الله لهذا المحور. نقول أهلا وسهلا بك أستاذ زهير بوستة، أستاذ الفلسفة، نورنا ديما. أهلا وسهلا وشكرا على اللقاء وعلى هذه الفرصة التي نحاول انطلاقا منها أن نقدم الإضافة لأبنائنا التلاميذ. يعطيك الصحة بارك الله فيكم دائما لقبولكم الدعوة ولتقديمكم المعلومة المفيدة لتلاميذ البكالوريا. نعود نذكر تلاميذ البكالوريا، حاولوا قدر الإمكان تركزوا هالمدة هذه قبل ما نرجعوا لاستكمال بقية البرنامج على مراجعة محاور في شتى المجالات في شتى المواد. اليوم أكثر من أي وقت مضى ما عادش نقول باش نعمل لك الحاجة، اليوم نقولوا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. حاولوا قدر الإمكان نضبطوا أمورنا، نضبطوا الرزنامة، نضبطوا توقيت، نضبطوا جدول، باش نشوفوا شنية المواد اللي ما شفناهاش قبل، شنو الدروس اللي ما رجعناهمش قبل. يلزمنا اليوم نأكدوا على أنه تقريبا لابد من استكمال مراجعة الثلاثي الأول والثلاثي الثاني، باش كي نرجع إن شاء الله في مدة تقريبا 3 أسابيع مع زخم كبير من المعلومات باش ياخذوه في شتى المواد، يلقاو الوقت من جهة لاستيعاب المادة المقدمة، ومن جهة أخرى يكون ثم نوع من استيفاء مراجعة الثلاثي الثالث في ربط مع الثلاثيين أستاذ الأول والثاني. قلنا منذ الحصة الماضية لابد من الهدوء، لابد من التريث، لابد من التعامل مع التوقيت ومع المادة بحكمة حتى لا نسلط على أنفسنا ضغط الذي نحن في الحقيقة نعيشه بحكم رزنامة، بحكم تغيير توقيت إلى غير ذلك. فعلى أبنائنا التلاميذ أن يستفيدوا بشكل جيد من هذه المرحلة. وأنا أقول مرة أخرى أن هذه المجموعة محظوظة لهذا الحيز الزمني الكبير للمراجعة، فهم محظوظون، لابد أن يستغلوا هذه الفترة الزمنية استغلالا جيدا ولا يتخوفوا من المسألة. ولكن يبقى الامتحان دائما امتحان فيه الناجح، ونتمنى لأبنائنا أن يكونوا ناجحين في هذه السنة إن شاء الله بإذن الله. كل التوفيق لتلامذتنا، الكثير من التركيز من الجدية، الوقت أخسره شوية لكن هذايا ما يزيدناش في الضغط، بالعكس نحاولوا قدر الإمكان نستغلوا الفرصة المقدمة لنا، فرصة تاريخية خلينا نقول باعتبار أنه تقريبا طالت المدة. نعم. صحيح نوع من الضغط النفسي المسلط ولكنه رب ضارة نافعة، خذينا الوقت باش نحاولوا قدر الإمكان أكل اللي ما فهمناش قبل نفهموه، ونحاولوا نفهموا كما قلت العلاقة ما بين المحاور برمتها، خاطر العلاقة هذه هي اللي باش تعطينا علاش احنا قرينا الأنية والغيرية، علاش عملنا التواصل الأنظمة الرمزية، كيفاش وصلنا للخصوصية والكونية، وهذا الكل في إطار المشكل العام أو المطلب العام، الإنسان بين الوحدة والكثرة. وكنا شفنا الإنسان يحتاج إلى الآخر حتى يحقق وجوده، ويحتاج إلى الرموز حتى يحقق التواصل في ظل وجوده الاجتماعي، يحتاج كذلك إلى سمات وخصائص يشترك فيها مع الآخر وتميزه عن غيره. هذه الخصائص التي ينفرد بها عن غيره قد تتحول إلى عائق في علاقته بالآخر، نظرا لاختلافها من فرد إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر. إذا كان تعدد الخصوصيات يمثل مشكل، فهل يكمن الحل في الكونية؟ وهذا محورنا، محور الخصوصية والكونية، علاقة الخصوصية بالكونية، هل هي علاقة تعارض أستاذ أم تفاعل أم احتواء؟ هل يجب علينا الانخراط في الكون؟ هل نحافظ على خصوصيتها بالانغلاق أم بالانفتاح؟ وكالعادة ديما نبدأ ويظهر لي بتحديد المفاهيم والمصطلحات وفي ربط مع المحاور الفرتة.
شكرا على التقديم. فعلا لقد أتيت تقريبا على مفاصل المسألة وعلى أغلب العناوين التي سنشتغل عليها في هذه المسألة. في الحقيقة مسألة الخصوصية والكونية لا تنفصل عن مسألة التواصل الأنظمة الرمزية ومسألة الأنية والغيرية، باعتبار أن هذا الثلاثي يندرج أو ينخرط في مسألة الإنساني بين الوحدتية والكثرة. رأينا أن هذا الإنساني لا يتحقق في العزلة، بل لابد من الانفتاح على الآخر. هذا الوجود الجديد، الوجود البين ذاتي، يفترض تواصلا. هذا التواصل الذي يعني لابد أن نحققه انطلاقا من جملة من الأنظمة الرمزية. وقلنا هذه الأنظمة لابد من توظيفها توظيف جيد، حالة لا تتحول إلى عوائق، حتى لا تتحول إلى سلطة. بالإضافة إلى أن هذه الأنظمة الرمزية التي ذكرناها سابقا مثل اللغة والدين والفن والعلم والأسرة قد تتحول في حد ذاتها هي إلى خصائص بحكم اختلافها، بحكم تنوعها، بحكم تعددها، فقد تتحول كذلك إلى جملة من الخصائص والسمات التي تميز شخص عن شخص ومجموعة عن مجموعة. فالإنسان كذلك يعني له أو عليه أن ينشئ جملة من الخصائص تميز عن غيره ويتحقق بها حتى تكون يعني علامة وجود وعنوان وجود. هذه الخصائص التي قد تميزنا عن الآخرين هي ذاتها قد تجمعنا به. فنحن مثلا قد نلتقي مع الآخرين في اللغة أو في الدين أو في الثقافة، ولكن ما يميزنا عنه في نفس المجال اللغوي أو الديني أو الثقافي هو اختلاف الثقافات في داخل الثقافة، تعدد الديانات داخل الدين الواحد، ثم تعدد اللغات داخل اللغة الواحد. ولذلك الإنسان في حاجة لهذه الخصائص حتى نحقق أنفسنا وحتى نلتقي بالآخر المختلف عنه. ولكن مشكلة الخصوصية والكونية، هذه الخصائص التي تحدد خصوصيتنا ما هي علاقتها بالكون؟ وهو ما يقتضي طرح سؤال حاجتنا اليوم للكون. نحن في الحقيقة في حاجة إلى الكون، إما حاجة حضارية كتوقي الإنسان إلى الكل وانشداده للمطلق، أو أن كل حضارة أو كل ثقافة تحتاج اعتراف ثقافي وحضاري آخر حتى تكون. ثم نحن في حاجة سياسية إلى الكون من أجل تحقيق مشروع السلم الدائم، وهذا المصطلح هو مصطلح كانتي بالأساس. لابد من اعتراف بالآخر وتجاوز تصور الآخر على أنه العدو، على أنه المختلف، على أنه المخالف، ثم كذلك الاعتراف للآخر باختلافه وبقيمه وبتعدد القيم، ثم كذلك العمل على التعايش معا في إطار كما يقول كانت، في إطار ما نسميه بعصر الأنوار أو الحداثة، إنشاء دستور كوني في أرض هي وطننا للجميع. كذلك نحن في حالة إلى كوني حاجة أخلاقي، باعتبار حاجتنا إلى تأسيس قانون أخلاقي كوني أو إتيقية كونية نتعايش ضمنها. ثم في حاجة إلى احترام الإنسانية في الإنسان واعتبار هذه الخصائص أداة تميز لا تميز. إن كانت هذه الخصائص تميزنا عن غيرنا فليست عامل تمايز أو تفاضل عن الآخرين. ولذلك نحن نطرح مسألة الخصوصية والكونية في جملة من المشاكل أذكر منها الهوية ومحدداتها وكيف سننتقل من سؤال من أنا إلى سؤال من نحن. المشكل الثاني هو مشكل التواصل
والحديث عن إمكانه من عدمه، هل نستطيع أن نتواصل؟ أما هذا التواصل قد ينعدم. ثم مشكل الاختلاف والتنوع والتعدد، هل الاختلاف هو عمل تهديد للغتي لثقافتي لخصوصيتي لهويتي أو هو عمل إثرة؟ ثم مشكل آخر وهو الحوار والبحث في إمكان شروط هذا الحوار. وكنا تحدثنا في المرة الماضية عن التواصل، كيف يقتضي مرسل ومرسل إليه ورسالة وأداة التبليغ، ثم سياق تتحدد فيه هذه الرسالة وهذا التواصل وهذه العلاقة. إذن سنطرح مشكلة الخصوصية والكونية، قلت في ثلاث عناصر، أو يمكن أن نطرحها في ثلاث لحظات. اللحظة الأولى هي لحظة التعارض بين الخصوصية والكونية والتناقض، وهو ما ينتهي بنا إلى نظرة أحادية للخصوصية في إطار ما نسميه بالفكر المركزي الذي يعتبر الوحدة وحدة اختزالية، فننتهي إلى هوية بسيطة. هذه الهوية البسيطة هي تلك الهوية التي تستهجن الاختلاف، ترفض الاختلاف وتعتبره عاملة تهديد. في اللحظة الثانية سنتحدث عن وجه آخر لعلاقة الخصوصية بالكونية، وهو وجه التفاعل أو ما نسميه بالتثاقف والتلاقي، وهو ما يعني انفتاح الخصوصية على الكون، أي على الخصوصيات الأخرى، في إطار ما يعبر عنه أو ما يدعو إليه إدغار موران بالفكر المركبة، هذا الذي يقول بالوحدة المتكثرة. سنذهب من العلاقة التعارض بين الوحدة والكثرة إلى وحدة المتكثرة أو كثرة الوحدة، في إطار هوية مركبة. هذه الهوية يعني تعمل على تقريض الاختلاف، بمعنى مدح الاختلاف واعتبار الاختلاف شرط التواصل. ثم ننهي المسألة بالحديث عن مشكل في الحقيقة، هل أن الدعوة للكون وللكونية هي دعوة بريئة؟ هل يمكن أن نجد الحل في الكونية إذا اعتبرنا أن هناك ضرورة للمرور من الخصوص إلى الكون، وهو ما يمكن أن نعنونه بأزمة الكون والقيم الكونية في ظل العولمة. هذه العولمة التي يعتبرها البعض، وهذا سنعود إليه لاحقا، مؤشر رخاء ورفاه، وهو التصور الإيجابي للعولمة. ثم هناك من يعتبرها مؤشر خراب، وهو التصور أو الموقف السلبي من العولمة، والذي يعتبرها إدماجا أو احتواء أو سهرا للثقافات وللغات وللحضارة. إذن نشرع في الحديث عن هذه المسألة. إذن حري بنا منذ البداية أن نتحدث عن الخصوصية ما هي. إذن الخصوصية من الخاص، من الذاتي، من الشخصي، من الجزئي، من الفردي، وهي تعني التفرد والتميز. فالخصوصية هي جملة، هي مجموعة الخصائص، السمات، الصفات مادية أو معنوية، ثقافية، لغوية، دينية، التي تخص تميز مجموعة بشرية عن غيرها أو عن بقية الخصوصيات الأخرى لتكون عنوان اختلافها. إذن هذه هي الخصوصية. إذن ما هو خاص بنا هو ليس مجرد ملكية لنا، هو ليس مجرد حيازة أو تملك، وإنما هو هوية. ولذلك تتأصل الهوية في ظل الخصوصية. إذن هذه الهوية التي نعني بها أو جاءت من أو ما كما يسميها أستاذنا فتحي المسكيني الهوهوية، هي من الهو هو، أي الماهية، أي ما به يكون الشيء هو هو.
فإذا عدم هذا الهو لم يعد شيء. وهذا تحدثنا عليه سابقا، وذكر بمثال السكين، قلنا الأصل في السكين أنه يقطع، وإذا لم يعد للسكين صفة القطع فإنه أو حقيقة القطع أو واقع القطع فإنه لم يعد سكين. إذن نسأل سؤال، هل الهوية هي معطى قبلي؟ هل هي ثابتة؟ هل هي متعالية مطلقة؟ أم أنها متعينة في الزمان تتجذر في أبعاده وتتأثر به؟ إذن بمعنى هل أن هويتنا خارج التاريخ أم هي هوية تاريخية تتحقق عبر الزمن في المستقبل في الحاضرة وفي الماضي؟ إذن هويتنا هذه هي معرفة الأنا، معرفة النحن، ومعرفة الأنا يقول تايلور هي معرفة الموضع، الموقع، الإطار، الأفق الذي نحتله. لماذا؟ لأنه هو الذي سيسمح لنا، لاحظ السؤال التقليدي التونسي، من أين أنت؟ عسلامة، من أنت منين؟ ثم خطابك إلى أي مدرسة تنتمي، إلى أي حزب تنتمي، فلابد المرجعي، هذه الهوية. إذن الهوية هنا يجب أن نبين أن علاقتنا بهذا الموقع وبهذا الأفق ليست علاقة انتماء، وإنما هي علاقة التزام. يقول تايلور هي علاقة التزام، يعني روحي أو علاقة التزام يعني حضاري ديني. الهوية ترتبط أو تلتزم بسياق معين، سياق اجتماعي، سياق ثقافي، سياق سياسي، فهي الأفق الذي بداخله أستطيع أن أتخذ موقفا. والقول هنا لشارل تايلور. إذن الهوية هل هي معطى؟ هل هي قدر؟ أم أنها صناعة وتصور وموقف وإنشاء وإبداع؟ نحن نبدع هويتنا، نحن لا نقبل بالهوية الثابتة. الهوية ليست مجرد جبة نلبسها، ولذلك نحن ننتج هويتنا بتغير وضعيتنا ونبحث دائما على الأفضل. إذن الهوية الإنسانية هي مركب على حد تعبير إدغار موران يجمعني بذاتي، فلان بن فلان بن فلان بن فلان، من البلد الفلان الذي ينتمي للولاية الفلانية، للبلد الفلاني، للقرى الفلاني، ثم يجمعني أو يصلني بالآخرين. إلا أن هذه الهوية قد تسقط أو قد تقع في أزمة، أو قد نقع في أزمة هوية بمجرد، وهو يعني الأسباب التي توقعنا في أزمة الهوية هو مجرد الشك في يقين هذه الخصوصية، هو أن لا نعطي مثلا قيمة للغتنا العربي، أن نعطي ألا نعطي قيمة لتاريخنا ونرى أن اللغات الأخرى أفضل أو التاريخ الآخر أفضل أو الأوطان الأخرى أفضل، ثم عجزنا عن معرفة أنفسنا من نكون. أن الإنسان يفتقد لنفسه في بعض الأحيان، إنسان يقوم بأفعال، يقول بعض الكلمات، ثم يتساءل من قال، من فعل، هل يمكن أن أكون أنا ذلك القائل أو ذلك الفاعل؟ ثم غياب الإحداثيات أو ما نسميه المحددات والقيم والمعايير. إنسان يفتقد لجملة من معايير محددات، كان تكون معايير دينية، كان تكون معايير اجتماعية، كان تكون معايير أخلاقية. ثم العجز عن اتخاذ موقف، وما نسميه الوقوف على الرب، ما نسميها هناك من يعتبره استقلالية، ولكن لا يجب أن نغفل مفهوما آخر لابد أن نفكر فيه، وهو الاستقالة. فنحن حينما نعيش في المجتمع لا, 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 لا يجب أن نستقيل، أن نكون مستقلين، أصحاب موقف، أصحاب رأي، لا أن نكون مستقلين. إذن أزمة الهوية تعني أو ما يعبر عنه شارل تايلور بشكل حاد من الضياع والتيه والفراغ. العبارة لتايلور يقول ما يصفه الناس بالقول أنهم ما عادوا يعرفون قط من يكونون. إنسان ما يعرف شكون هو. إذن هي تجربة، يقول عنها مرة أخرى تايلور، تجربة مؤلمة ومرعبة، كمن يفقد الإحداثيات، البوصلة، مثلا القمر، النجوم في ليلة ظلماء في الصحراء.
غياب الأحداثيات. ولذلك غياب الهوية يعني خروج الإنسان أو وجود الإنسان في حالة ضياع وحالة تيه. ما هو الحل؟ هل يمكن أن نجد حل لتجاوز أزمة الهوية؟ هل من حل لها؟ هل يمكن أن نتجاوز هذا المشكل وهذا الضياع؟ الحل هو موجود، والحل فينا إذا ما تمسكنا أولا بخصوصيتنا، بأصالتنا، بثقافتنا، بلغتنا، والاعتزاز بها كذلك، والمحافظة عليها، التمسك بها، الاعتزاز بها، والحفاظ عليها. ثم الالتزام الأخلاقي والالتزام الروحي، كان يكون ديني، ثقافي، إلى غير ذلك. ثم الانخراط ضمن أفق الانتماء يضفي دلالة على الأشياء وعلى الوجود، تملك تصور خاص الوجود، لا يجب أن نعيش على هامش الوجود. في فرنسا ما يسميهم لي مارجينو، الهامشيون. ثم كذلك العيش في تناغم مع الذات، كأن نفعل ما نقول، كبر مقتا أن يقولوا ما لا يفعلون. إذن هذه الحلول تنتهي بنا إلى ضرورة الهوية، بمعنى أن الإنسان الفاقد لهوية هو فاقد لوجود مميز، ولذلك لابد أن نحافظ عن هويتنا ويعني التمسك بها وتطويرها وتنميتها، لأن في تنميتها حفاظ عليه. هذه الضرورة بالحفاظ على الهوية تقتضي بعض الأسئلة أو الإشكاليات. هل أن القول بالخصوصية يفضي بالقطع مع الخصوصيات الأخرى على اعتبار أنها مختلفة تهددني، تمثل مشكل لي، فأنغلق وأنكمش؟ هل يفضي الإقرار أو الاعتزاز بانتماء حضاري ثقافي إلى القول بدونية الآخر؟ لا، ليس بضرورتي، وسنرى ذلك. هل أن الحفاظ على الخصوصية يكمن في انغلاقها وانكماشها وانطوائها وتقوقعها على نفسها، أم في انفتاحها على الآخر؟ سؤال آخر، وهو سؤال في الحقيقة وجيه، هل أن الآخر هو بالضرورة عدوا غريبا جحيما؟ سؤال آخر كذلك، هل هذا الحل الذي نتصوره يعني ضروري للخصوصي وهو الكوني والكوني، ألا يمكن أن يكون مشكل؟ ألا يمكن أن ننغمس في هذا الكون فنفرط في خصوصيتنا؟ وهو ما يدعونا إلى البحث في العلاقة بين الخصوصية والكونية، بعد أن بينا أن الحفاظ على الخصوصية، الانشغال بها، المحافظة عليها، قد يجعلنا نقع في رفض للخصوصيات الأخرى، وهنا أو رفض في الكونية باعتبارها أنها قد تصهرنا في خصوصيات أخرى أو في ثقافة أو في خصوصية واحدة، وهو يعني هنا ينتهي بنا إلى رفض الكوني. هذا التصور الأول هو نتاج لتلك النظرية الأحادية للخصوصية التي افترى في نفسها الأفضلية وال يعني التميز إلى غير ذلك. إذن في العنصر الثاني سنبحث في مسألة، وهي تجديل العلاقة أو جدلية العلاقة بين الخصوصية والكونية، وهو يعني ما نقصد به البحث في حدود القول بالخصوصية، أي مخاطر النظرة الأحادية للخصوصية، مخاطر النظرة الأحادية للخصوصية. أولا لابد أن نشير إلى أننا نكتشف أنفسنا في الآخر المختلف لا في الشبيه، إذن علينا بالبحث عن مختلف لا الشبيه. أنطلق من قول أو أقوال للفارابي، شكول الفارابي، لا يمكن أن يكون الإنسان ينال الكمال إلا باجتماعات أو باجتماع جماعة كثيرة متعاونين. ثم يقول كذلك، إن الاجتماع الإنساني ضروري لأنه لا بقاء للإنسان إلا به. ثم في قول أخير قد يلخص المسألة، الخير الأفضل والكمال الأقصى إنما ينال بالمدينة.
ونرجع لهنا للقول الأرسطي، الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بطبعه. ولا ننسى أن الفارابي وغيره هم ورثة الفلسفة اليونانية. إذن الإنسان الفاضل هو الإنسان السعيد، ولذلك فنحن في المجتمع نحقق الفضيلة فنحقق السعادة، فيكون الفاضل هو السعيد. ولكن هذا اللقاء مع الآخرين قد يترتب عنه توتر، لأننا سنجد هنا أو سنؤسس للقاء بين أفراد مختلفين، بين مجتمعات مختلفة، بين خصوصيات مختلفة، قد يؤدي هذا الاجتماع أو هذا اللقاء إلى تنحر، إلى صراع، وهو ما يجرنا إلى الحديث عن صراع الخصوصيات. صراع الخصوصيات لماذا يعود في الحقيقة؟ يعود إلى عدم تعاونها، أي الاستفادة من بعض البعض، ويعود إلى تعصبها، أي تحجرها، أي تشددها، انغلاقها على نفسه. ما هو التعصب إذن؟ هو ميزة إنسانية، خاصية إنسانية. التعصب هو كل موقف، كل حكم وثوقي دغمائي في معنى، أي قد لا نجد له في بعض الأحيان مبررا أصلا، يعتقد هذا الموقف في امتلاك الحقيقة المطلقة. مثلا كان نتحدث عن التعصب الثقافي، يعتبر ثقافته هي الأفضل، وينظر إلى الثقافات الأخرى على أنها دون ثقافته، وكأنه هو الذي يمتلك الحقيقة المطلقة وشروط الاكتمال. يقوم التعصب على التسلط وانعدام التسامح ورفض الآخر، وهو ما يشرع إلى العنف. فنجد تعصب ديني، ونجد التعصب يعني مثلا عرقي. نجم ناخذ أمثلة تاريخيا، التعصب الديني نجم ناخذ عليه اليوم بني صهيون، نحن يعني شعب الله المختار. ثم تعصب أو تطرف عرقي في إطار التصور الألمانية وتصور هتلر للعنصر الآري على أنه أفضل الأجناس أو الجنسية. إذن يمكن أن نميز بين أشكال مختلفة من التعصب: تعصب ديني، تعصب عرقي، تعصب ثقافي، ولكنها كلها تصب في نفس الخال. يبقى التعصب دائما إحالة وإشارة إلى العنف، العنصرية، النزاعات العنصرية، الانغلاق، التقوقع، إلى غير ذلك. ما هي تبعات هذا التعصب؟ الشوفينية، الطائفية، وهو ما نسميه بالتطرف والشطط والمغالاة والمبالغة والتشيع لموقف لثقافة إلى غير ذلك، للوطني إلى غير ذلك. نشأة فكرة ما نسميه بالمركزية الإثنية العرقية مثلا. ثم كذلك القول بالاستعلاء، القول بالخيالة والعجب والغرور من جهة، ومن جهة أخرى العنجهية والغطرسة وصلف التفوق، عكس منها يعني عقد مقص والعجرفة. ثم التعصب يسمح لنا بتبرير كل أشكال العنف. تبعات التعصب كذلك رفض الآخر وفرض الخصوصية، رفض وفرض. ولكن هل يمكن أو هل يجب علينا أن نتحرر من الخصوصية، من عفوا التعصب؟ فولتير يقول لابد من التحرر من التعصب. هناك إدانة، هناك تأثيم لهذا السلوك، لهذا التطرف. لماذا؟ لأنه ليس في صالح الخصوصية، ليس في صالح الهوية، فهو عامل تهديم وليس عامل بناء، ولذلك لابد أن نتحرر منه. كيف السبيل إلى التحرر منه؟ أولا العقل بالقول بالعقل الكوني. شنو هو العقل الكوني؟ هو ذلك العقل الواحد، ولكنه يتجلى في ثقافات، في لغات مختلفة. فنحن نلتقي مثلا في العقل الكون. يقول ديكارت إن أعدل الأشياء توزيعا بين البشري هي العقل، ويقول ماليبرانش أن العقل هو عقل كونيا، ويقدم لنا أمثلة. مثال يعني معرفي وعلمي، يقول
لا أحد ينكر أن 4 هي حصل 2 ضرب 2. ثم مثال أخلاقي يقول لا أحد يستطيع أن ينكر أن الصديق أفضل وفاء من الكلب، رغم أننا نضرب مثل الوفاء بالكلب. ولذلك فنحن نلتقي في جملة من الأشياء. لماذا؟ لأننا ننتمي إلى عقل كون. ثم اعتبار الاختلاف أمرا واقعا، أمرا طبيعيا بين البشر. ثم إقامة التواصل على أساس الحوار، كذلك على أساس النقد. ويذهب فولتير في معجمه إلى أن الفلسفة هي الحل. هناك من يستغرب علاش الفلسفة، والاستغراب يأتي كذلك من إصرار فولتير نفسه على أن الحل ليس في القانون وليس في الدين. كيفاش مال الفلسفة؟ كيفاش؟ يقول لأن الدين صاحبه يمكن أن يكون متطرفا، لأنه قد يتحول إلى مشكل يقول لدى الأنفس الخبيثة ولدى الأنفس المتعفنة. نشوف هنا التطرف الدين. يقول أن القانون لا يمكنه. لماذا؟ لأن القانون قد لا يخيف الأفراد. نحن اليوم نعرف أن القانون مثلا قانون الجريمة القتل والإعدام، ثم القانون الإلهي أو القانون الدين هو جن، ولكننا نرى البعض يقتل. هناك يقول فولتير هناك من يقتل حبا في الإله. كيشوف امرأة جاية لبسة ميني ولا لبسة خلعة ولا متعرم أنا يقول هذه يعني سبب دخولي إلى الجنة فيقتل. ولذلك الحل في الفلسفة. علاش؟ لأن الفلسفة أو الفكر الفلسفي هو فكر منفتح، فكر يقوم على التعدد والحوار وعلى الاختلاف. لأن الفيلسوف لا ينشغل اليوم بماذا؟ لا ينشغل بأصحاب الفكرة بقدر ما ينشغل بأصحاب الفكر. علاش نقرأ في ماركس؟ ماركس يهودي. ماله مال ماركس أنا؟ وشنو أفكار؟ علاش نقرأ في أرسطو؟ أرسطو على خاطر مش يهودي ومش كافر. ولذلك الفيلسوف لا تعنيه جنسية أو ديانة الفيلسوف، لا يعنيه فكر، لا يعنيه يعني موقف، يعني الفيلسوف في حد ذاته، وإنما تعنيه مواقف الأفكار. ثم الاعتراف للآخر بماذا؟ بحق الاختلاف، والاعتراف كذلك له بالندية، بتجاوز التعصب الذي لا يمكن أن يكون في صالح الخصوصي. ثم رفض تصنيف الشعوب، أما شعوب متحذرة مثقفة أو شعوب متوحشة بربرية ثم همجي، باعتبار أن الهمجية ليست واقعا فعليا وإنما هي نظرة تصنيفية. ذلك ما يقوله هو كلود ليف شتراوس. قل إن الهمجي شكون هو؟ هو الذي يصف الناس بالهمجين، لأن سلوكهم الذي يختلف عنك والذي دعاك إلى دعوتهم بالهمجية هو في حد ذاته خصية لذلك المجتمع. ثم إدانة كل أشكال الرفض والإقصاء والاستبعاد والاستهجان والتهميش ومقاومة العنف باللا عنفي، بالإشارة إلى غاندي. العنف لا يجب أن نقارعه بعنف مضاد، بل باللا العنف. ثم إقرار مبدأ التعايش الحكيمة أو العيش معا، وتكريس مبدأ التسامح. نرجع لهنا لإدغار موران. ثم اعتبار العيش مع الآخر واجب في الإحالة إلى نص موجود في كتاب العلوم لأوغيسكوند، العيش مع الآخرين هو واجب. ثم المراهنة على الإنسان وعلى إنسانية الإنسان، فالنظر إلى الإنسان باعتباره غاية لا باعتباره وسيلة. أذهب الآن إلى الحديث عن الاختلاف، لأن لهنا حينما نبرر التعصب، حينما يعني نجد يعني تجاوزا أو نحل مشكلة التعصب، فمعنى ذلك أنا نقبل بالاختلاف. شو هو الاختلاف؟ وكيف يمكن أن نتجاوز التصور الضيق أو النظرة المقيتة والبغيضة للاختلاف على أنه خلاف ونرفضه؟ إذن الاختلاف دلالته، معنى الاختلاف أن يكون كل واحد مختلفا عن غيره دون أن يكون في ذلك مفاضل. أنني أختلف عن غيري فهذا أمر طبيعي، على أن لا يتحول اختلافي عنه عامل من عوامل التفاضل والترتيب بيني وبينه. الاختلاف يفيد ماذا؟ يفيد التنوع ويفيد التعدد.
تعدد اللغة، الدين، الثقافة إلى غير ذلك. ثم تنوع أو يفود التميز كذلك الذي يحيل إلى الخصوصية. داخل التنوع أو الاختلاف نجد خصوصية أو تميز. في اللغة نجد كذلك لغات أو ألسن، الخصوصية اللغوية والخصوصية الثقافية. الاختلاف يتوزع أو يعني باعتباره اختلاف قلت بين الثقافات، ثقافة غربية ثقافة عربية، ثم داخل الثقافة نفسها. اليوم نحن في تونس مثلا في رقعة ضيقة ثقافة الجنوب وثقافة الوسط وثقافة الشمال، رغم أننا ننتمي لثقافة واحدة هي الثقافة التونسية. ثم يتعين الاعتراف الاختلاف كاعتراف في أن يكون الآخر مغايرا، وأن مغايرته لا تمثل عائقا في علاقتي به. ثم يفيد الاعتراف أو الاختلاف الاعتراف المتبادل بين الذوات الفردية أو بين الجمعات. إذن يمكن أن نفهم من هنا أن الاختلاف له تصورين، تصور أول وهو التصور السلبي على أن الاختلاف يهدد الخصوصية، وهو قلنا ذلك الاعتقاد الضيق الذي يعتبر أن الاختلاف خلاف، أنا أختلف معك إذن أنا في خلاف معك، وهو في الحقيقة سياسة هذا العصر. إن لم تكن معي فأنت ضدي، أن هدم إيران أنا لست مع تهديم إيران حق الشعوب في تقرير مصيرها، إذن أنت ستكون عدو مثل إيران. إذن التصور الثاني للاختلاف هو اعتبار الاختلاف عامل إثراء. إذن المشكل ليس في الاختلاف وإنما في نفي الاختلاف. حفاظك على الاختلاف هو حفاظك على نفسك. أن ترفض الاختلاف فتسقط في مشكل النمطية إلى غير ذلك. إذن الاختلاف هنا سيتحدد وانطلاقا من كلود ليف شراوس إلى شرط التواصل وشرط إيتيقي كذلك عند إدغار موران لتكامل الخصوصيات وللتواصل. إذن هنا إعلان تصور جديد لعلاقة الوحدة بالكثرة في ظل قبولنا بالاختلاف، بمعنى أننا لا نتكلم عن وحدة اختزالية وعن كثرة، لا نتكلم عن وحدة ما نسميه بالتجانس أو كثرة الانغلاق، وإنما نتحدث عن وحدة الكثرة وكثرة الوحدة. الدعوة لتأسيس أفق أو واقع إنساني جديد يقدم أو يقدم فيه الإنساني على الفردي والكوني على الخصوصي والجدر على القطع. لابد أن نفكر فيما هو إنساني. ثم القول بهوية مركبة، لا هوية بسيطة، لا هوية اختزالية، وهو موقف إدغار موران. يقول بالهوية المتعددة المنابع، أي تلك الوحدة المتكثرة، تنسيبا للقولة أو الفكرة القائلة بكل بأن كل وحدة هي وحدة اختزالية إقصائية. ثم الإقرار بتنوع وتعدد الثقافات، إيش معناه؟ أي لا وجود لثقافة الثقافات، هذا سنعود إليه لاحقا في العولمة، بناء على تصوري منطقي رسل لا وجود لمجموعة لكل المجموعات الرياضية مثلا. ثم رفض مقولة التفاضل بين الثقافات والتمييز بين التميز والتميز، التميز عن الغير والتميز هو التفاضل. إقرار الاختلاف شرط الحوار واللقاء بين الثقافات، أي تبني مبدأ الاختلاف والدفاع عنه، لأن الحوار يكون بين آراء مختلفة ثقافات مختلفة، ليكون بين آراء وثقافات متشابهة. ثم اعتبار الاختلاف أولا عامل إثراء، ثم اثنين عامل تحرير من التشابه والتماثل والتجانس من جهة، ومن النرجسية والتعالي من جهة أخرى. ثم ضرورة فك عزلة الخصوصية، بمعنى خروجها من الانغلاق والانفتاح على الآخر، مع مراعاة مبدأ لا إفراط ولا تفريط، أي لا يجب أن يكون الانغلاق مفرطا فيه ولا يجب أن يكون الانفتاح مفرطا فيه. نعود إلى ذلك، ضرورة الوعي بمخاطر هذا الانفتاح الذي نعتبره حل
كان يكون الانسلاخ، كان يكون الاغتراب. بمعنى أن الانفتاح يمكن أن يكون ضمن الحد الأدنى من التواصل حتى لا نفقد أصالتنا، لأن حينما نوغل ونطنب في الانفتاح فنحن سنصل إلى فقدان أصالتنا. يقول كلود فيسراوس نتحول إلى مجتمعنا أو فردنا مستهلكنا لكل شيء من أي مكان. هذا التواصل يقتضي جملة من الأنظمة الرمزية مرة أخرى إلى الأنظمة الرمزية، وتحدثوا هنا عن مثالين وكنت تحدثت عن ذلك في الحصة الماضية. أذكر مثال الصورة والمقدس. بالنسبة للصورة يعني بعجالة أذكر هذه الأمثلة، لا يختلف اثنان في أن عصرنا اليوم حضارة اليوم هي حضارة الصورة وعصر الصورة. الصورة ضرورية بما هي نظام رمز أداة تواصل. يقول ديبري الصورة وسيلة بشر لا وسائل لهم، ثم الصورة وسيلة للحفاظ على الهوية. نؤرخ بالصورة. إذن يقول ديبري الصورة باختصار وسيلة حقيقية للبقاء. الصورة نظرة للعصر. الصورة لا يجب أن تكون نمطية، الصورة متغير، ولكن هذه النظرة قد يمكن أن تكون أحادية، قد يمكن أن تكون نظرة مختلفة. لابد أن نتعامل أو لا قد تكون نظرة غير بريئة. إذن لا توجد صورة في ذاتها، بل إنها تتأثر بالعوامل المحيطة بها. إذن الصورة لها تأثير في البشر، تتردد بين أن تكون عامل توحيد وأن تكون عامل تفرقة. من الصورة تنجم تفرقنا وتنجم يعني تجمع بين المقدس، وأنهي هذه مسألة التواصل. ضرورة الحاجة إلى المقدس، حاجة الإنسان إلى المقدس مرة أخرى لا تخلو حضارة المقدس. المقدس هو مجال اختلاف رغم تجلياته المختلفة، من يعبد الإله، من يعبد البقر، من يعبد الشمس، من يعبد بوذا إلى غير ذلك. تنوع المقدس الديني والاجتماعي والرمزي، إن المقدس وإن كان يميزني مسلم مسيحي عن الآخرين، فإنه لا يهبني، لا يعطيني التفوق عليه، أي ليس مبرر للتفوق عليه. مش معناه أني مسلم أني خير من الناس الكل، مش معناه أني مسيحي أني من خير من الناس الكل. ونرجع إلى مثال اليهود، نحن شعب الله المختار. بل يعني يقربني منهم ويلاقيني بهم في إطار التجربة تواصلا لإضفائية معنى على الوجود. رفض المفاضلة بين الأديان، فماش دين خير من دين. وتعرف المشكلة اللي وقعنا فيها في يوم من الأيام هي الصورة الكاريكاتورية للرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك الشخص الهولندي، وفوضى في العالم ومقاطعات وصراعات وإلغاء العلاقات الدبلوماسية إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن هناك استخفاف وازدراء برمز أحببنا مكرنا، هو رمز للمسلمين، هو قدوة لهم، هو مقدس. ثم تحول المقدس اللي هو الاختلاف الديني من عامل شقاق إلى عامل نفاق، إلى عامل عفوا إلى عامل وفاق. بدلا أن يشق صفنا لابد أن يوفق بيننا ويجمع، وهو التحرر من عنف المقدس. ثم تحول الدين إلى أساس الحوار وقوام التواصل الحضاري، عامل من عوامل اللقاء. بذلك نقول كان قد أنهينا، ويمكن أن نطرح بعض الأسئلة. ألا يمكن أن يكون الانفتاح أشد خطرا على الخصوصية من الانغلاق حينما ننفتح على دين آخر؟ أذكر مثال، وفي الحقيقة عشت هذا المثال في المنزل. أمتلك الجيل الإنجيل سواء كان النسخة الأصلية أو النسخة، فما رعني إلا ابنتي تسألني هل تمتلك الإنجيل؟ قلت لها نعم. قالت أوكي. قلت لها ما السبب؟ تقرأ؟ كيف تقرأ الإنجيل؟ كيف تطلع عليه؟ فيمثل لديها ولدى الجميع ومشكلة. نحن اليوم حتى واحد ما يعرف الإنجيل بثبت. نحن لا نطلع عليه خوفا من شنو، كيف مثلا متفرجوش على القنوات الغربية حتى لا نقع نجم محاكاته صح ولا نقع في مشكلة. نجم نتفرج ولكن بطريقة انتقائية، نجم نقرأ، نجم نطلع، نجم نتحاول بطريقة نقدية وانتقائية نختار. إذا كان الانغلاق موت بطيء
معناها الثقافة التي تنغلق على نفسها ستموت في انغلاقها. معناها حينما تنفتح بعد 10 سنوات تجد النفس تحولت إلى متحف. ألا يمكن أن نعتبر الانفتاح موت عنيف حينما ندمج ثقافتنا ونحل كل الأبواب؟ ألا يعني اختزال الإنساني فيما هو كوني، استخفاف بالهوية؟ نحن اليوم ندفع بالخصوصية بما هو خاص إلى الكون. ألا يمكن أن يكون يعني دعوتنا لهذا الكون استخفاف بهويتنا؟ هل أن تحولنا أو تجاوز الخصوصي نحو الكون ألا يمكن أن يكون مشكل؟ هل هو ضرورة؟ أذهب الآن إلى الكوني بين الإيتيقي والإيديولوجي. حينما أقول الإيتيقي أي قبول الآخر المختلف والبحث عن هذا الآخر المختلف وتجاوز الاختلافات وتجاوز المعوقات، حينما أقول الإيديولوجي أي التوظيف الإيديولوجي وهو الذي وقعنا فيه مع مشكل العولمة. وهنا يمكن أن أطرح سؤال، هل الدعوة إلى الكونية هي دعوة بريئة؟ يعني واحدة شروط حق الكونية في إطار البحث عن الكونية ثم علاقتها بالعول. الكونية مشروع حقوقي قيمي إيتيقي بحيث يتحدد أو يجب أن نتعامل معه على اعتبار أنه مقابل العولمة. هو توحيد البشري في إطار ثقافة واحدة لغة واحدة، اختزال الإنساني في الكوني لغوي ثقافي إلى غير ذلك. هو ما هو مشترك إنساني رغم التعدد، نشترك في اللغة رغم تعدد الألسن، نشترك في الدين رغم تعدد الديانات. إذن هو مقابل للعولمة، تتأسس العلاقات فيه على أساس التنوع والتعدد، فيكون اللقاء بين الثقافات بين الديانات ليس على أساس التماثلي مش نولي واحد برك، وإنما على أساس الاعتراف بالتنوع. لاحظ معناها تكرار كلمة التنوع والتعدد والاختلاف والتماثل وإلى غير ذلك. لأن هناك تباين على الأقل بين ما هو كائن، ما هو موجود، ما نعيشه اليوم وهو نسميه بكونية الاقتصادية، وما يجب أن يكون وهو ما نسميه بالكونية الإنسانية. يعني شتان بين ما هو موجود اليوم الكوني الاقتصادي كوني السيطرة كوني العولمة، والكون الإنساني هو الذي يجب أن يكون، بمع أن هناك وجود دلالتين مختلفتين لماذا للكون. كوني نتوق إليه هو الكون الثاوي للقيم الإنساني اللي نسميه كوني الاختلاف، اللي نسميه كوني الحياة، اللي نسميه الكون الإيتيقي. وهناك كوني آخر مغاير، كوني إمبريالي يجب أن ننقذ أنفسنا منه، وهو كوني المماثلة، كوني التشابه، كوني الموت، لأننا سنصبح شخص كما الاستنساخ بالضبط، وهو ما نسميه بالكوني الإيديولوجي. في إجابة عن هل الكونية هي دعوة يعني بريئة، هذا السؤال مرده ذلك التشابه الخادع، ذلك الخلط الخادع بين العولمي والكون. شنو العولمي؟ العولمي أو العولمة مفهوم خلافي في الحقيقة. إيش معناها؟ هناك مقاربتين للعولمة، هناك من يراها أنها تفيد العالم المتوحد والموحد، قرية كوكبية، عالم تنعدم فيه الحدود وهو العالم الذي تدعو إليه القوى الإمبريالية وعلى رأس أمريكا، ثم التصور الثاني والذي يعتبر الكونية عامل تشتيت منبع مشاكل، فرق بين أو تعميق هو بين الأنا والآخر بين الشمال والجنوب، وهو الجانب السلبي للعولمة. إذن العولمة مشروع، ما هو هذا المشروع؟ هو توحيد العالم. ما هي مبررات هذا التوحيد؟ هي تجاوز الصراع الموجود بين الثقافات في ثقافة واحدة. ثم المبرر الآخر هو أن الثقافة التي يمكن أن تؤمن هذه الوحدة هي الثقافة الآخر المختلف، أو الثقافة الأمريكية، ثقافة الرجل الأبيض الذي تعتبر نفسها بما حقته اليوم الثقافة المؤهلة لأن تجمع الناس. إذن
العولمة هي عولمة نجع، وهو ما يعني أن الواقع اليوم لو نظرنا إلى الواقع، لو نظرنا إلى السياسات الفعلية، نتبين أن المشروع العولمة ليس مشروع إنساني، وإنما مشروع تسلطي تبعاته بسرعة. شنو هي؟ تمديد الإنسان وتحويله إلى شيء، تقديم الربح ونظام المصالح، قتل الخصوصيات بتشويهها ومسخها، قتل الخصوصية ذاتها، خصوصية هذا الآخر الواش بتعميمها، ثم قتل الكون وهلاكه بماذا؟ بانتصار الفكر واحد، ترويج ثقافة الاستهلاك والاستخفاف بالقيم، وسلعنة الجهد الإنساني، وتكريس العقل الأداتي، عقل الربح لا عقل الإنساني. وننهي مع هذا، ما زالت ملاحظة، الملاحظة تعني في إقامة الاختلاف، أو سأقوم ببيان وجه الاختلاف بين العولمي والكوني، سأرع هذا العمل على صفحتي الخاصة وعلى صفحة الإذاعة. نذكروا بالصفحة الخاصة متاعك زهير بوستة، معناها بالفرنسية، أو يمكن أن توجد على صفحتك الخاصة الأخت رفقة أزناتي، أو صفحة الإذاعة. وهذا نكون اليوم انهينا مع الدرس هذا، وإذا كان عنا شوية نجم نكملوها الأسبوع المقبل بإذن الله، قد نعود إليها في المرة القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لكم سيدة زهير بوستة على كل ما قدمته لتلمذتنا الأفاضل والكرام، معناه في خصوص الموضوع هذا الخصوصية والكونية. وأعتقد أن الإنسان لما درس الفلسفة يظهر لي ما يعرفش كيفاش يفكر، وما يفهمش معنى الاختلاف مع الآخر، وما نجمش يعيش في هالعالم هذايا بالخصوصية متاعه في إطار الكوني هذايا. لذلك أني بقول لكانت يقول قف على قدميك، فكر بنفسك، إني لا أعلمك فلسفة الفلاسفة، بل أعلمك كيف تتفلسف. الفلسفة نمط وجود. شكرا كتب. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. تحياتي للجميع على حسن المتابعة، إلى اللقاء. عروس إذاعة المونستير.